ملي باغا تزوج علاش جايه تعوج اللي هو هادي خارجه من شي حاجه ديال حسنيه هذه هذه ديال ملي باغا تزوج شنو التعواج اللي ما عندكش معاه انت ديال التعامل الناس تزوج في اربعه الانواع حاجات عندي انا ما كنتاقش فيهم بويونه البويونه حنا كنقولوا البويونه يعني تبان انت ما قادش دير واحد الحاجه كتثقش في راسك كتبين راسك انت راه كتثق كتثقش فيا وكتقول لي كتثق فيا كتكذب عليا اربعه انواع ديال التعواج